السلام عليكم ورحمة الله. الحين بنخلي العازل بحيث ان الالوان ما تتداخل. هكذا تم تقسيم المربعات أو تقسيم الطابوق ونصف الطابوق مثل ما قلنا، يعني على طبيعة الطابوق، نص طابوقة نص أو طابوقة. هكذا يا جماعة الخير خلصت من هذا الطريقة، لكن يعني عندي ثلاث حركات لما اشيل هذا. الحين لما اشيل هذا بيكون هنا ناقص صح الطابوقة، فبنجبر واحطيه هنا او احطي واحدة ثانية هنا على اساس انا اكمل الطابوقة. بعدين اشيل هذه نفس الشيء واحطي واحدة ثانية على اساس انه خطوط الدرز، خطوط الدرز اللي هذه الخطوط، هاي الدروز، هذا لازم مهم، يعني الاسمنت اللي بين الطابقتين نسميه درز، يدرز الاسمنت، يدرز من كلمة خياطة، درز خاطة يخيطه، يعني هذا نقول له درز، الاسمنت اللي بين الطابوق نقول له درز. تابعوني وشكرا. بعد ما صبغناه الحين بنشل اللصق. الحين في هذه الحالة يعني هذا ناقص من طرف واحد، وهنا بنسوي التحديد بالطريقة. يعني هذا بستفيد منه مرة ثانية إعادة استعمال، يعني من نوع جيد. الحين طبعا هذا هنا بيكون التحديد، وهذا هنا ناقص لان كان هذا يعني مانع، هذا بنخليه فوق التحديد، يعني للمرة الثانية بنستخدم اللاصق.